يوم واحد عندنا لقاء تواصلي، عندنا اعطاء انطلاقه من طبيعه الحال للمجموعه ديال اللقاءات التشاوريه والتواصليه والتحسيسيه لفائده مواطني دقليعه. الموضوع هو الصرف الصحي اليوم. الصرف الصحي اللي هو واحد المشروع كبير جدا اللي عرف توقيع اتفاقيه ديالو سنه 2005 وتنفذوا فيه واحد العدد ديال المشاريع ما يناهز 264 مليون ديال الدرهم. الا شمنا المحطه التصفيه كلها فكانت تحدثوا على 334 مليون ديال الدرهم. هذا المشروع هذا اللي مهم بالنسبه للجماعه ديال القليعه، من بين البنيات التحتيه اللي مهمه اللي كتكون في جميع المدن المغربيه. هذا المشروع هذا اللي بطبيعه الحال خلق واحد الجو استثماري وانعاش عقاري بالنسبه للمدينه، وكذلك الثمن ديال العقار اللي تحرك في الجماعه ديال القليعه. هذه الايام التحسيسيه غادي تكون داخل ديال الاحياء ديال جامعه القليعه بمختلف القاعات العموميه. غادي يشمل الاهميه اولا ديال الصرف الصحي والمراحل اللي مر منها الصرف الصحي انطلاقا من توقيع اتفاقيه سنه 2005 الى اليوم، وغادي يشمل كذلك التكلفه الاجماليه وشرح كذلك من انطلاقا من ذاك المحضر ديال التدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، شرح كيفيه الرابط وكيفيه التعامل مع الشبكات ديال الصرف الصحي لداخل ديال مدينه القليعه. هاد اللقاءات ستكون بشراكه مع السلطات المحليه والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعه. كاينين واحد 4 حتى 5 لقاءات غتكون داخل ديال الاحياء ديال المدينه اللي غادي ياثروها من طبيعه الحال واحد مكتب دراسه التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومنتخبي ورؤساء جمعيات ديال الاحياء بالجامعه ديال القليعه، اللي كنطلب من الساكنه من هاد المنابر هادي انها تحضر لهاد اللقاءات التشاوريه والتحسيسيه وطرح مجموعه ديال التساؤلات اللي كتارق البال ديالها، وكذلك باش تاخذ واحد العدد ديال الاجوبه اللي كتهم بها بزاف في هذا المشروع هذا. الحمد لله الان واحد 80 كيلومتر ديال الشبكات ديال الصرف الصحي توضعات في الجامعه ديال القليعه، اللي هو مستقبل جاي دابا واحد 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 9 ديال الكيلومتر اخرى عبر واحد اتفاقيه شراكه فيها المجلس الاقليمي ومجلس الجهه وكذلك الجامعه ووزاره الداخليه عبر تنفيذ هذا المشروع هذا. وكاين واحد اتفاقيه اخرى اللي فيها واحد 25 ديال الدرهم مع الشركه الجهويه للكهرباء والماء الصالح للشرب اللي غتنفذها في واحد المجموعه كذلك باش نكونوا شملنا المدينه من طبيعه الحال بالصرف الصحي. وهذه سابقه ان المدينه يلا كما الشطر الاول بدينا في الشطر الثاني عبر واحد الصفقه ديال 6 مليون ديال الدرهم اللي غادي تفتح نهار 11 في نوفمبر ان شاء الله، اللي غادي تشمل الازقه اللي بقات في الاحياء اللي شملها الصرف الصحي، وبهذا نكونوا على الدرب الصحيح في المشروع هذا ديال الصرف الصحي في الجامعه ديال القليعه. الحمد لله اليوم يعني فرحانين بهذا اللقاء اللي درنا هاد الناس، يعني بالنسبه للناس ديال يعني ديال لونيب وبالنسبه للناس ديال الجامعه اللي المجلس الجامعي اللي حضرنا لهذا اللقاء. الحمد لله يعني سمعنا شي حويجات اللي عجبونا وكنتمناو هادشي اللي قالوا هاد الناس بالنسبه ديال الناس ديال الاداره ديال لونيب، يعني هادشي اللي قالوا يطبقوه بهادشي اللي قالوا على بالنسبه لسميتها ديال الصرف الصحي، يعني بالتصفيه ديال الصرف الصحي، يعني هادشي اللي كيقول بهاد المعايير اللي عطاونا حنا في هاد اللقاء يعني يكون مطبق في الواقع ماشي غير حبر على ورق، يعني في الاجتماع يقولوا ضروا من ورا كنخرجوا، يعني هادشي ديجا كنا وقعنا فيه. والحمد لله يعني القلعه راه كنشوفها غادي ان شاء الله لقدام. كاين بعض الاشكالات بحال دابا كنشوفوا بعض الشوارع داز لهم يعني داز لهم الزفت وما كاينش لهم القنوات ديال الصرف الصحي، وهذا الشيء كيشكل مشكل كبير ملي كيطيح الشتاء. حنا الحمد لله كان يعني كنطلب الله تجيب غير الشتاء، ولكن كيكونوا مشاكل وعراقيل بالنسبه في الطرقات وبالنسبه حتى في الازقه. لا يعني كنتفائلوا خير وان شاء الله يكون خير بالنسبه لهذا الشيء اللي كيقول هاد الناس ديال الاداره ديال لونيب، كنتمنوا ان شاء الله يكون خير ويطبقوا هذا الشيء اللي كيقولوا على ارض الواقع، يعني كما كيقولوا تصفيه بمعايير عاليه وتصفيه يعني ما غاديش يكون فيها الريحه ما غاديش يكون بزاف ديال الحوايج. كنتمنوا هذا الشيء وان شاء الله راه بشرى لساكنه القليعه بهذا الانجاز اللي دايرين هاد الناس لا من طرف المجلس الجامعي ولا من طرف الاداره ديال لونيب. كنتفائلوا خير ان شاء الله.